حكينا بالفيديوهين السابقين عن دراسات النون انفيريوريتي مقارنة بالسوبريوريتي ترايل. هحكي اليوم عن دراسات الايكويفالنس. هذه الدراسات هدفها تثبت انه الدواء الجديد يعادل الدواء المتوفر حاليا تماما، له احسن منه وله اقل منه. ما كتير شائعة بالادب الطبي، ربما بالدراسات البيو ايكويفالنس لما بلاقي انه في جينيريك نيم، دواء اسم تجاري بدي اقارنه مع الدواء البراند، مع الدواء الاصلي، اثبت انه هو دواء الجينريك تماما مثل دواء الام تماما. فبعمل هذا النمط من الدراسات، بثبت انه له احسن منه وله اقل منه. بنفس مبدا النون انفيريوريتي ترايل لازم حدد المارجن، هي المفتاح لتحديدها، بده خبره. بنظر لنتائج الدراسات السابقه وبطلع على الاهميه السريريه، بشوف شو هي الرقم اللي بيحدد انه هذا الدواء فعلا مثل الدواء الاولاني. مثلا لو كانت نسبة الاوتكم تبع الدواء الاولاني هي 40% مثلا مقارنة بالبلاسيبو 30%، فهل المارجن هون رح يكون 10% من الـ40، فبيكون 4 مثلا. انا شفت بيختاروا اكثر مارجن اشع رقم بيختاروا 10% لسبب او لاخر، فهون المارجن حيكون من 36 ل 44، 40 ناقص 4، 40 زائد 4. فإذا الاوتكم تبع الدواء الجديد او الدواء اللي عم اختبره بين ال 36 وبين ال 44، انا بطلع بالنتيجه انه هذا الدواء فعلا ايكويفالنس للدواء اللي عم الكنترول اللي هو دواء المرجعي. فرقها عن دراسات النون انفيريوريتي انه هون انا عم بطلع باتجاهين، بالنسبه للنون انفيريوريتي بطلع باتجاه واحد، وان سايد تو سايد. ما حخوض فيها اكثر لانه صراحه موضوع معقد ومشربك كثير. بنتذكر انه نحن مره ثانيه الكونفيدنس انترفال ما بناخذ نحن قيمه واحده، بنطلع كونفيدنس انترفال، وهذا شوي بيعقد الامور اكثر صراحه. هذا هو اللي بحكيه عن الايكويفالنس ترايل. بذكركم انه النون انفيريوريتي معناها اما انه الدواء معادل للدواء المرجعي، دواء جديد معادل للدواء المرجعي او افضل منه. ممكن فقط انه انا بس استثني انه هو ما نو اسوأ منه، وهذا كافي بالنسبة لي. أظن هي غطيت الأنواع الثلاثة للدراسات، superiority, non-inferiority والequivalence، وإن شاء الله ننتقل لفكرة جديدة بالفيديوهات القادمة. السلام عليكم.